c'est de blast et que bête l'émission. Tout de suite, il y a des nouvelles générations. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak El Hanachi dit ma hadra ma yabdachi. Merci. Dali, Dali Tounsi. Barsha énergie, ah oui. Jamila Tel Fariq, هذه هي اللي ديال عسلي. Marwan Mouzayen, أقوى مقلد يا فنان. Ahmed El Hajimi, ما تنساش لا يدوان. Ah, voilà, ندوان. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. إفهم أحلى راديو. أهلا وسهلا, السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا, مرحبا بكم. هذا موعد جديد من نوفيل جينيراسيون من توا حتى للعشرة متاع الليل اليوم 3/8/2022 كالعادة واحدة واحدة في الكياسات في آخر ساعة من الكوفر فو وربعينكم في خدمكم. تنجموا تابعونا على شين يوتيوب إفهم تي في والباج فيسبوك راديو إفهم. تحية خاصة للبلاي التاكسيستي الكل يسمعوا فينا, يوصلونا ديما الميساجات والرسائل نتاعهم ربعينهم وإن شاء الله ربي معاهم في الفترة هذية. مروان بوزيان على يميني كالعادة في القيادة. مونغا تي مونغا سور عسلامة, مرحبا بكم. هذه نوفيل جينيراسيون من توا حتى للعشرة متاع الليل. أحمد العجيمي أهلا وسهلا. كما يقول المثل, كيفا على شاس بيغ سا بلاس, ليدي جات مخر فكت لها بلاصتها طارق والحمد لله. ليدي عسلي قولوا خلي لي بلاس, ما نجمش هو شي يقبل. لا غلا ما جاش قبل, خلص اسمع بعضنا, ما هو مش يشري البلاس, نحب على بلاستيك. تفضل اقعد ليدي العسلي, يعطيك صحه على على الحضور. مريم زين قول لي مونغاتي سافا, الامور هانيه؟ اه وي بيان سور الحمد لله, مادام الواحد يتنفس ولاباس يحمد ربي على كل شيء, فهمتني. وان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا زيادة يكونوا لاباس ويستناوا ضحكه اليوم خاطر احمد العجيمي في فورما على الاخر. واه جاب الجو عامل جو خاطر شد بلاست اليوم طارق بلاست. احمد العجيمي جوست نحينا كذا بوست المال. طارق بلاست ليديا فيها سر, نحس في الدنيا روز, نحس في الحياه جميله, نحس في روحي وليت مش عامل سيونس فوتو, نحس بروحي دونسور. نحكي لك على احساسي انا هوني شنو ريت عطيتها ماتير. شنو الشعور غادي في بلاست احمد العجيمي؟ ما نجمش نوصف لك, فما امور المهم ليست جميله. حسيله هو روز الدنيا كل هوني الوان اخرى اخويا, ما نجمش نوصف لك. البلاصه مازال يقعد فيها هذيك ممثل مسرحي وحاضر في المنشو وقاري برشا كتب مسرحيه وفي ساحه جيده في ساحه جيده الحمد لله يا ربي. مش مهم, المهم اليوم اللي عنا عيد ميلاد بيا شخار, هي وبوها فرد نهار فوزي شخار. بيوتها اليوم تعمل 7 سنين ان شاء الله كل عام وهي حي بخير, هي وباباتها ربي فضلهم لبعضهم. يلا قولوا لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وهما حيين بخير. يلا سيدي عيد ميلاد سعيد للناس كل مولودين اليوم في 8 فبراير. شنو مروان اليوم عيد ميلاد طارق سامحني, عيد ميلاد منتصر بن ناصر يسمع فينا ديما, قولوا له بون انيفيرسير. عندك عيد ميلاد انت زاد مروان؟ لا ماهوش عيد ميلاد, انا عندي صديقي وصاحبي على الاخر وائل جمالي الملك نتاع تونسير فدك معاك, تحيه ليه, يخدم في المطار في الامن وائل جمالي, قدم له تحيه كبيره, هو صاحبي وخويا وان شاء الله ربي يوفقه. ربي يوفقوا. عيد ميلاد سعيد زاد لشكون اللي قلت عليه احمد شنو اسمه؟ منتصر بن ناصر. منتصر ما فينا الدين, قول له كل عام وهو حي بخير. مروان بوزيان مونغاتي حاجه تحبها برشا انت اليوم العالمي. اليوم العالمي لشنية البو 50 اليوم العالمي لشنو زعما مروان اليوم؟ الام لا مش للام. اليوم اليوم العالمي لليوم العالمي, معناها اليوم اليوم العالمي للي عملوا فيه نعملوا ايام عالميه. جورني انترناسيونال دي جورني انترناسيونال صحيت اكاكا مروان. البارح هو اليوم العالمي لعدم استعمال الهاتف الجوال. فوالا عندك الاجابه, هو ما خاطر كان فما فخ في الحكايه كيفاه وانا فقت به اليوم. زاد اليوم العالمي لعدم استعمال الهاتف الجوال كيفاه برو ماكس ثاني عيد ما اليوم العالمي هذا يعملوا له 3 ايام كيما العيد الكبير. لا مش هو مش هو, حتى العيد صغير اكاك. ليديا ما عنديش فكره اليوم. وعلاش تخزر لي ليديا انت تصور النجم نعرف اللي جاب؟ لا ما عنديش فكره اليوم. باهي سيدي, اليوم اليوم العالمي للانترنت الامن وحمايه المعطيات الشخصيه. احمد العجيمي معناها اليوم اليوم العالمي للسكيورتي والمعطيات الشخصيه معناها معناها الجمله معناها الليبراتي والكلهم يرقدوا اليوم ولا شنو ماخذين كونجي معناها الليبراتي والكل والبنات اللي تبعث في الامبريمي كرون ديسكسيون بينهم. ما عادش على هذيك, ما هو مارك زوكربيرغ عمل هذيك تعمل كابتور تجي نوتيفيكاسيون للسيد الاخر. لا ما هو لقاو الحل يا طارق,
تسكر الكونيكسيون وتعمل ابخي ميكرون. لا لا الحمد لله هو رجعت العيشه من جديد كيما في محل. لا لا هذاك فخ. اول ما تحل الكونيكسيون كونيكسيون تجيك نوتيفيكاسيون ديريكت كيما سناب شات. ايوه عامل لهم هكاك ومن بعد لقاو روحهم البنات فك الحشمه. مروان بوزين اليوم العالمي للانترنت الامن وحمايه المعطيات الشخصيه. شوف طارق انا الموضوع هذا متضلع فيه شويه. متضلع وي اوه وباش نحكي فيه باش نفند. اوه حكايه العيد حكايه اليوم العالمي هذه وكل شيء. يجي نحكي طارق على مارك زوكربيرغ. تتذكر وقت صارت له المشكله الكبيره ودارت الفيديوهات على الفيسبوك والانستغرام كيفاش قاعد يتحاكم. اي ذكرتها مارك يلب العرق وشد التراك صحيت وكل قاضي يكبس فيه مشوع صحيت المره الوحيده اللي بس فيها كوستيم حتى هو اي وعروقه تجري اي شرتله اي وعيني حمراء الله وخايف اي وداخل بعضه يزي وقلبه يدق. خلي كملنا الحكايه. وخسر له القاضي وهو شو هو بقلبه صحيح. والقاضي وقتها عينه حرشه اي ولسانه ماضي ويده كاسحه اي وقلبه يدق اي وعينه يترف اي ومارك خسر له وقتها زاد موجود لسان الدفاع اللي كان لسان الدفاع اللي كان متشمت اي واللي كان قلبه وكحل اي واللي كان يحب يحفر اي واللي كان باب. اما زوكربيرغ زاد كانوا حاضرين معاه المحامين بتاعو. لا مرته كانت حاضره مرته اللي تحبه وصبرت معاه اي مروي وقتها حاسلو القاضي قاعد يخزر هكا ويعمل له تو ترى 10 years in jail 10 years in jail معنا 10 سنين في الحبس 10 سنين في الحبس. خزر له منير بن سالحه نتاعو نتاع مارك زوكربيرغ وخزر ركيل القاضي ومد له الدوسي دوسي كامل كبير يحكي لي فيها مارك كيما هكا تو ملف كامل يحكي فيها شنو مكتوب فيه نيكولا 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 كل الكل نيكولا هذه عشيقة القاضي. اوه ماما كايجا نحكي لك غادي جات الفكرة متاع قضية 470 هذا كان قضية 460 صحيت خرج ماجي سميري يا اخي القاضي دخل بعضه ولب عليه العرق وعنيه الدمع هاي هو في قضية ودور عشت يا اخي مارك يكذب علي وقلبه خلينا نكمل اسمه الحكايه. مارك يكذب انا حكيها لاحمد زيد الحكايه من عرش هيت من عندك خليك حكيت لك ليك انت كمل لنا مروان حاسيلو خسر كي قالوا نيكولا نيكولا كلقى ما عادش مارك العرق يلب ويرعش وكذا ولا القاضي العرق يلب وعيني ترعش وعيني حمار صحيح يقول لي احمد يقول لي تو لازمنا نركزوا نسمعوا بقيه القصه يقول لي دخلنا في المرحله الاختيار المرحله الاختيار اشكون تطلع نيكولا شكون تطلع عشيقة القاضي نيكولا امرأة هي اللي هي عشيقة القاضي اللي هي مزيانة بارك الله عليها ومثقفة اي وقارية يزي لا 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 غلط هذا مش قاري مرت القاضي قارية ومثقفة وهي اللي دخلته للبلاصة ذيك وكان تسمع بيه عنده موضوع مع نيكولا صاحبة كارديشيان اي خاطر ماك تعرف شي عودي الاسم نيكولا صاحبة كارديشيان كارديشيان كيم كارديشيان اي اوكي كارديشيان صحيح صحاب على الاخر مادام صاحبت كيم كارداشيان دونك انت فاهم شكون نيكولا يا اخي قالوا له السماح يا مارك السماح وتفضت فضت بسرعه عماله دوسييت منين ليك الملفات هذه مارك 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 ديما يحكي لي حاجات هكا على تونس وعلى اش صار له كارير تحكي لنا دونك على مارك وقضاه امريكيين وكذا دونك نفهم اللي انت حكيت لنا الحكايه هذه باش تبيلك مروان عنده علاقات راه لا 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 شنو هي عنده علاقات مروان راه في بالك طارق صحاب مروان وهم مش صحاب بعادين ساعتين من المستمعين وهم ما يعرفوش مروان ما يقعدش قهوه يا ما نشقاهو مع ناس عاديه ما يعملش قهوه كيما نقولوا مع عامل يومي مع بانكي انا قابلته عملت مع قهوه انت ذاك متواضع معنا راه وانا نحكي لك راه صحاب مروان كل الوزير وزير الرئيس رئيس اي المحامي محامي بلي بلي رئيس البلدية يدي لي رئيس بلدي. دولة هاي. رئيس دو قعد مع رؤساء دول مش قيس سعيد صافي سعيد هذايا راه اردوغان هذايا وترامب ودنيا راه واش بيه مروان راه حاجه اخرى حق نتاع ربي ولا يدي مشات العسامير الويفي نتاع مارك زوكربيرغ قال لي هابط ستاتشو فيها الامور كلها مروان مروان اصدقني القول قعدت مره مع رئيس جمهوريه ولا لا قعدت مع رئيس حكومه رئيس جمهوريه لا يقولوا انك قعدت مع فؤاد المبزة مرة لا في قهوة أما ما ما أنا هنا قادر لا إجا فسر نكتر الدوسي هذي الكل الحق متاع ربي من عند عبستار عميمو عند عبستار عميمو خاطر عبستار عميمو يعرف التويرخ الكل وديما ليدي تاي قوة عبستار يا تارك ليدي تاي للتفاصيل اللي وقتها علاش ليدي تاي على خاطر البيت وقتها يا تارك كان يبدأ يدور عبستار ويثبت في المخادد والجريري ما يحكينا مش ليك المقلوبة وكذا لحظة احنا كيف علاش وقتها كان يمشي للبي يبدا يقول يا عبس ستار فاش تعمل قل له يا سيدنا ماني باش نحكيها في اي اف ام بعد ما تموت انت علاش ليدي قلت او
اوه علاش؟ مو خاطر سي البرمقلي اجا مفسر لك. حكيتو على المخادد وعلى التوارخ وعلى البيات وعلى عبد الستر عمامو. نحبو ياسر عبد الستر عمامو خاطر هو يحب يظهر في الاعلام، ما انا ما نحبش نرفض. انت ترفض؟ اي نرفض، ما نحبش نحكي على التوارخ، خليته هو. اقبل يا سي مرمين بوزيان يا سي طارق. اي ما هو كي كان يقعد معاك في الحوش كان قبل يقول لك هيا معايا. بنت شكون هذي؟ خلينا نرجع ليديا. اليوم العالمي للانترنت الامن وحمايه المعطيات الشخصي. شو احنا كتوانسه نحتفلوا مع العالم الكل في العيد نتاعهم الكل. نويل احتفلنا به سافالونتان، احنا ما عندنا حتى علاقه به، احتفلنا زاد كيف. انت ما عندك حتى علاقه. عيد الاستقلال نتاع فرنسا نحتفلوا به زاد في تونس. شي شي عيد شنو؟ عيد الاستقلال. عيد الاستقلال تاع فرنسا. نحتفلوا به في تونس. يدي بشويه كان الاستقلال تاع فرنسا. ما تعرفيش انت الحكايه شنو زعما تغلط فيها؟ مايكي الجزائر كانت محتله فرنسا. ما سمعتش انت؟ وعيد الجلاء الفرنسي خروج اخر جندي جزائري. ما سمعتش بها؟ ثم الفلاقه الفرنسيس كانوا في جبال يضحكوا عليهم لي باريزيان خاطر هما كانوا يتعاملوا مع جزيري. عيد الاستقلال الفرنسي. اما هذه الشخصيه خاطر احنا في تونس ما عندناش حياه شخصيه. حياه شخصيه مستحيل. أو قلت لك احتفالات أخرين نقول لكم مرحبا، أما هذه حياة شخصية. هذه الكل اللي حكيناه مروان تعرفوا علاش ولا هذه الدخلة متاع لو كان. سامحني سامحني بالله قبل ما نتعداو نبداو نجريو المعطيات الشخصية والباس دو دوني والجو هذا. بالله يا سيد أحمد قول لي بابا توا تسمع في واحد يجي يقول لك الأمريكان قاعدين يراقبوا فينا. ساعة هذه حاجة ما تنجمش تصير. الأمريكان كان يراقبونا ويراقبوا مساجاتنا ماهمش يفهموا حتى كلمة. هما تي وفي وكي اقعد قاعد هاني جيك الاو بعد تسعه ثلاثه او دي قاعد تسعه اخرى ولا ما مش شايفهم حتى شيء. والله مروان دخلتنا في برشا مداخل زوكربيرغ وقضاه وامريكان على ذلك. خلينا نخرج وفاصل نفضوا بعض الامور ونرجع وقعدوا معنا راجعين معاكم بعد شوي. نوفل جينيراسيون مع طارق الحناشي. يلا رجعنا معكم 29 دقيقة موصلين حتى العشرة. أم تعليل معنا مروان بوزيان ليدي عسلي هلو هلو اللي فكنا بلاصة أحمد العجيمي. أهلا ملا بلاصة توتويت. نمشيو إلى لو كان. لو كان كنا قلنا أنه اليوم هو اليوم العالمي للإنترنت الآمن وحماية المعطيات الشخصية. لو يتم يا أحمد العجيمي قرصنة الحساب متاعك. الله 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 هو قبل عندك حاجات تخاف عليهم ولا هو قبل تم تقرصنته بالحق وليبراتير رجحوا لي واحد وعطاني معاه كونت بلاش. عليه على خاطر ما في حد شيء كله لولو ام دي اغ نبعث كان في النوكات زيدوا عليه 200,000 معناها قبل كان عندك ما كانش عندك حاجات تخاف. انا على فكره كنا نحكي مع طفله ديسكسيون تقول لي سليم فسخته الديسكسيون ديريكت تخاف فاهم ديما سليم فسخته. قبل ما كانش عندك حاجات مخطره. اي تو عندك حاجات مخطره؟ ما نعرفش. عندك حاجات مخطره؟ عندي شوي. شنو هي هي؟ ما نجمش نقول لك. عليه؟ عندي دي ديسكسيون، عندي الحق ديسكسيون مع شوية إذاعات أخرى. أبون ونحبك تقراهم. نحبك تقراهم طارق وكنت تقراهم باش تتألم برشا. أنا باش نتألم ولا عندي؟ أنا متألم خذيتني في بالك شبيه. أما فما إذاعات حكيت معايا على الخاص اقتراحات أخرى متاع أعمال أخرى. إجابتي أنا هي اللي بتقلق. كتب بالله أنا عندي ديما متألم أحمد عجيم. أنا ديما متألم أما كنت تفيق أنا شنو يجاوب الإذاعات هذيا أنت بتتقلق. أنا زاد باش نتألم. في مارس تو تعرف. يا أخي ما يا أخي ما بون هو تسمى ما دام مازال قاعد معانا سيكو ذكي. أحمد عجيمي. إذاعات وليدي قال لك إذاعات منافسة. أخي فما إذاعات منافسة لأن نحن شكون الإذاعات المنافسة؟ شمع ذكرى تستقبل الدرع الذهبي بتاع مليون ابوني. فما الحمراء والحمراء على خاطرها قديمه برشا معناتها منذ سنوات دونك انستالي فما خاطر الراديوات متبلوكين فيها يحبوا يبدلوا اي فيما ما ما نجموش. وفما الاخرين اللي يحاولوا يطلعوا شويه يا اخي يحاولوا ياخذوا جوارات من عنا يبقى اكثر معناها قعدنا حبوا يدي اسماء يديوانونا احنا يا اخي ما نجموش كيما باي كيما باري فوالا ما غلطه دونك حبوا يديوا عم تعجيمي باش يجي الدرع بتاع اليوتيوب مليون ابوني باش ابعثك بحصان للمطار تستقبل انت الدرع. نمشي والله نمشي بحصان والله عم ريقل. اي نمشي باهي. نرجعوا للالم احمد العجيمي. قل لي جيني مس... قل لي الم نحب نبكي طارق نحب نحكي لا لا جيني مساج توا من المستمع متاعنا يمين يانوبلي هذه اخت اسماء يانوبلي يمين يانوبلي قالت لي احمد العجيمي قبل نعرف عليه انه متالم. اي كي تم تقرصنته تالم. اي كي باش يحكي على القرصنه نتاعو متالم. اي توا متالم شنو الحل باش ما تالمش؟ الحل باش ما نتألمش نقعد متألم شويه وكهو. انا ديما متألم سي كونسيبت الألم راهو طارق. الألم راهو كونسيبت مود دو في. الوجيعه طارق تخليك تتطور. الوجيعه تخليك تغزل روحك من برا.
كي تعيش عادي راهو مش كيما تدم تواجه. لو الوجيعة تفكرك اللي انت حي, الوجيعة تفكرك اللي انت موجود, وتفكرك اللي لازمك ديما تحاول وتخدم باش تنساها الوجيعة. اما للأسف طارق كل ما تخدم باش تنسى الوجيعة تكتشف وجيعة أكثر. انا لهي في روحي بالخدمة معاكم وبالضحكة معاكم باش ننسى وجيعتي. اما للأسف شديد ما تنجمش خاطر ساعات تعشش فيك تدخل في الجواجي, تدخل في اللاوعي نتاعك, وجيعك تعيش فيها برشا سنين وسنين. انا ساعات طارق نتفكر الايامات اللي عشتهم الباهية في حياتي, يجيو ثلاثة أربعة ضحكات تكهو بصادقة وأغلبهم سيرسين. تمن شكسبير يقول ممثل بلاش وجيعة بلاش مش ممثل. بتبيع الممثل بدون مأساة ما ينجمش يكون ممثل, خاطر المأساة هي تخليك تخرج الانرجي والطاقة اللي فيك. ما قينا في مسرح طارق الذكر الانفعالية ما تنجمش تخدم دور درامي في دور مأساة من غير ما تتفكر مشهد أليم عشته أنت في حياتك. مأساة هي شي مشهد أليم تتفكر كيف تقدم مشهد درام؟ ما ننجمش نقول لك سي بيرسونيل طارق, هذا الكل من القرصنة متاع سي بيرسونيل وي. وديجا اللي باش يقرصن لي ما عنده هو سمعك تو قط. انت طارق راهو شو, نحب نقول لك حاجه أي. نحب نقول لك حاجه طارق, انا قبيله قلت لك فيسبوك يقولوا لولو ام دي ار, برشا ناس يقولوا ذي تافه ديسكسيون نتاعو كان نكات ميسير يقولوا تافه مفيد النكات ذوكم ينسيوني. في تجم تاخذها من الجانب الايجابي تعرف شنو هي بيراتيوك خاطرك مهم شنو هي, معناتها تجم تصدقها الكذبه اللي خاطر لي مهم. معناها انا مهم, معناها مهم بالنسبه للناس باش توجعني. نحب نكون نكره طارق. دونك كانت هذه مأساة أحمد العجيمي اللي ما تهمه كان هو. نرجعوا لنوفيل جينيراسيون. والله يجيبني برشا كومنتات يقولوا لي يا أخي أنت وطارق تحكي بالحق ولا تكذب. نحب نقول لهم راح نكذب بصدق. الكذب الصادق. نحب نقول لكم أنه هو يكذب بصدق. أنا بصدق بصدق. صحيح. سي زيان. والله عاود لي سؤال لقدر مهمشني. سي زيان لو يتم قرصنة حساب نتاعك سي زيان هي هذه شبي. استنى استنى انت من دور نتاع البسيكولوج اللي سامحني بسيكياتر بسيكولوج لا لا بسيكياتر بسيكولوج اللي تعمل شنو الفرق بين بسيكولوج بسيكولوج بسيكياتر طبيب ودايوغ يعطي دي زوردونونس ونجم يعطيك الدوي والبسيكولوج ما غير دوي وانا بسيكولوجي معناتها جوست انا نعطي دوي انت بسيكياتر اي هاي الحاله اللي نعطي دوي للي فيه دوي هما ناس ما فيهمش دوي. أما نحب نقول لكم سامحوني, نحب نقول لكم راه ما عادش راه بسيكولوج وبسيكياتر فما الكوتشينغ. الكوتشينغ هو انك نقعدوا في ناتور نحكي معك على اهم اثار الحياة على الطبيعة كيفاش تحب روحك مش تحب الناس باهي مروان والفلوس ما تعطيكش السعادة. قول لي مروان بعد ما هذه بالضبط كان تحب وتجي للطبيعة 500 دينار دونك الكوتشينغ هذا تجو تيوني على واحد وراه امانة راه بريفي ما عاش فما برشا كان تحبوا تجيو تكوتشيو هيد 500,000 جا واحد صحيت واحد ماشي باش يتكوتش ب 500,000 سيكو ما فيش دواء سيكو اي حاجه مش نورمال صحيت. اللي حد انا عندي رساله للي كوتش شويه مروان سمع خاطر اللي كوتش الفتره الاخيره كله اي انسان يحب يعطي رساله ديما اي اول بيس تخدم عليه هي الاصحاب ابعد اعتزل سيب خليهم اللي ما سالش عليك سالت عليه انت قبله سيبه اللي ما حبكش كيما حبيته ابعد عليه انت شويه اصحاب ما عادش لاقي حتى صاحب من الرسائل هذوم. يا اخوي انا نحب صاحب نسال عليه قبل ما يسال علي, نحب صاحب يغلط معايا المره الاولى ونسامحه ونكمل معاه اصحاب. غلطت معاك مره الاولى راه باش يكمل يغلط معاك, هافا مشكون غلطت معايا مره سمحته معاه وتش غلط وتحسن وكان ولات علاقتنا احسن وخير. نحب يغلط معايا مره ونقول له انا بعدي فيق على روحه ثم نرجع علاقتنا خير. علاش انت اللي تحب تعرس ماكش والله لا والله بالحق اللي خاطر يستفزني اللي يقول سيب واترك وامشي. واو صاحبي انت صاحبك خليه خاطر ما حكاش معاه. غلطت مره سامحته وتواصل وراو انه نسامحه ونعديه لبعضنا راهي حاجه باهي راه والله بالله نكمل سامحني مروان جست حاجه صغيره برشا. عندنا سيدنا رضوان يقف في باب الجنه, هو بواب الجنه يا احمد عجيم. فما طائفة فقط من الناس من القبور تتعدى للجنة ديريكت. شكون هذوما يعرضوا سيدنا رضوان في الباب يقولون كيفاش داخلين هكا لا ديوان لا محاسبة لا ميزان. يقولوا له احنا اللي حكي علينا ربي في القرآن اكلي كي تعدى علينا حد سامحناه, كي تجاوز علينا حد حاجة قلنا يا ربي خليفتنا عليه, كي غلطنا استغفرنا. هذوكم الناس يتعدوا ديريكت. على ذاك بالله يا دي كوتش خليه الاصحاب مع بعضهم يزيوا ما فرقتوا اصحاب ما بين بعض. اكيد ان شاء الله باش يعرضني سيدنا رضوان
ان شاء الله وباش يقول له عاد راني سمعت برشا وين عاد راني سمعت برشا خاطر طارق ماهوش لي كوتش الكل سمحوني على الانفعال اي عندك حق عندك حق ماهوش لي كوتش الكل راه هكا فما كوتش ردوا الشربيني شكيت بي اف ام فما دي كوتش طيارة على الاخر خاطر هذوما شكون هذوما لي كوتش كوميرسيال فهمت يحب يسمعك شنو انت تحب تسمع مش يحب يعالج المشكله بار اكزومبل فما دي كوتش طيارة على الاخر هاوك ذا اميزينغ برهوم بار اكزومبل ابراهيم بن عبد الله ولا ما يحكيش هذوما جمله اللي كليشيه هذوما كل ما يحكيهمش يحكي معاك ريدرين وعنا زيد ذي جندوبي معنا بالحق ذا دو كوتش في تونس حاجه اوريجينال عندي فكره نحكيوا على القرصنه اي نرجع مروان لو يتم قرصنه الحساب نتاعك عندك من شنو تخاف ولا والله طارق بصراحه عندي من شنو نخاف وعندي المذهبيه كان البروفيل نتاعي ميت بيرات الجمل شيء مش خاطر طارق انا ما زلت في عينين امي في الروضه معناها راه ما نحبش نوريك شنو تبعث لي على الفيسبوك حاجات خطيره جدا يا طارق راه وريتك الكاريزم واللحيه والدنيا وفهمتني وستاتويات وقيس سعيد والتقليد مساجات امي ما حاجه جرافيا لا علاقه بالشخص هذا جمله احمد العجيمي تتصور يا طارق نجم تبعث لي هي قاعده بحذايا وتبعث لي بيبي كي كبير وشد ورده وفيها صباح الخير يا ابني خير يا ابني وانا قاعد بحذايا معناها اش بيك ليديا لا نغزل لك يقول لي عايشه نفس الحاجه مع الوالده انا مش كنت جست البريود الاولانيه اللي اكتشفت فيها امي الفيسبوك الفيسبوك الا لا انستغرام مازال داخله بعضها في ستوريات عادي تبعت لك ستوري من انا نتاع بي دي جي نتاع نتاع الراديو تبعث لك اللي كنت انا نحب نقول لك اللي ما تراهمش ليديا ما فيش تظلم خاطر هي ما تحلش جوني في اوت تحلش خاطر احمد العجيمي تتصور ليديا عندها حاجات خايفه لا يتكشفوا لو يتم قرصنتها اكيد اي بشر في الحياه عنده حاجات عنده حاجات مختره جي انستغرامر ولا انستغرامر عندها حاجات مختره بتبيع بتبيع يا طارق ايه تنصريت ممثلين اسمع مش نفسر لك فازة خارجة تندانس لا اسمع بريود الاخرانية تندانس الانستغراموز يقولوا اللي الكونت متاحهم مثلا بيراتي تعمل كونت جديد تكبروا والعبيد تبرتاجيه وكل وبعد بجمعة بركة ترجع الكونت متاحه والاخر يولي فانكسيونيل يولي دوزيام كونت وتخدم بيه وتهبط لك الكونت اتا فاندر بخي انبوكس ما تاخوش ما ننش فني خوك ليكس ليكس متاعي اجوتيت امي وقتها في الفيسبوك في بالها زعما باش تتقرب من امي وكذا اجوتيتها وهي اكس ولا وهي لا وهي وقتها كل اكس وقتها في الماضي اجوتيتها على فيسبوك على اساس كي تولي اكس تحط امي بروش صحيح ولا شكل امي بروش انا تو يا اخي عملت هكا حطت امي امي بروش أي. فهمت وما وقتها ما زلت كي عملت الفيسبوك ماي اي ما امي ما زلت ماهيش فاهمه في بالها اي حاجه تراها تبارطاجيها كي تبارطاجيها وهي امي بروش دونك ليكس نتاعي كان يجيوها 50 نوتيفيكاسيون في العشرة سكوندات كلهم من عند ما قصينا احمد العجيمي قول لي شكون مثلا شخصيه عامه تصوروا ويخاف انت 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 طارق انا امنيتي نعرف اش تحكي في مساجات وما شكون تحكي ودي مره غطس وحد ما قرا مساجاتك وتوس كل تحب تعرف شنو في مساجاتك نحب نعرف التربيه والاخلاق هذه كل توس كل استمنيت عمري ما قلت انا اللي انا تربي متخلق انت قلت هم يقولوا عليك الحمد لله مكمور انت التصويره هذه الحمد لله نحب نعرف شنو وراها ما فهم انا احكي معك انت مع خويا ورينا طارق هبط لنا من بعد بخيمك خوم اش كنت تحكي واش كنت تجاوب وشنو انت شكون طارق انت شكون انا نجم نعطيك تليفون الكل أبو؟ اي اتعس هكا الثقة هذه خويا توتر هذه تخوفك تو انا حكيت لك نحكي مع مروان ساعات البارح مثلا ما نحبش نقول لكم شنو بعث لي ما ثلاثة بعث بعث لك الكفوري ادهم نابلس لا لا ما صاب تصورني انا في بالك عندك راسي زيتون والله هاني رغم اني مانيش ياسر فان بهم معناتها الفنانين هذوما اما بعث لي ما اخطر من هاك نحكي لك على ابوه شويه تفضل انا حنيشي ما نحبش نسميه خاطر ابوك وكل شيء اي ابوه يا خويا عنده مشكله بارك الله عليه في كل شيء اما ينسى لي مود باس ابوها دونك فما 120 فيسبوك خاطر يعمل يوم كونت يدي كونكتي غدوه ينسى المود باس شنو يعمل يعاود فيسبوك جديد الماض لوين سي طارق الماض لوين وانه كل فيسبوك جديد بنفس الفوتو دو بروفيل دونك 120 حنيشي ما تفرق صحيح كلهم فيهم ايت الكرسي دونك ينجم يبعث بونجور من الكونت هذا يجيبك صفاف ولي يدوخك يقول لك اسمع جوتيني على الفيسبوك شو اسمك اسمي كذا تدخل تلقى 120 ايت كرسي هذا عنده كونت واحد وبلوكيت ودو ما عمله ليه بلوكيت بوك كيف لك عليك ليدي العسل والله ليه جيت بريود اول ما تعمل الفيسبوك الكلنا معناتها في عوض ما نكونكتيو على الكونت القديم نعملوا كونت جديد انا بدي عملت عندي سبعة ليدي فما قرصنت لي كونت فيسبوك وانستغرام فما قرصنت حسابات البنكيه زاد لو يخيروك بين انه يقرصنوا لك الحساب البنكي ولا الكونت انستغرام تاعك شنو تختار قولك انت انت قول لي انت قول لي خلينا
في الانستغرام ميساج يختار الانستغرام على البنكي اباي والله ماني تضحي ب 600,000 على لا مش حكيت ب 6 مش حكيت 600,000 خاطر الوالده غادي وقتها فين باش تفلان جا وتولي امور اخرى احمد العجيمي انا قرصوني البنكي البنكي اي الانستغرام ديجا على خاطر 5000 ابونا اكثر من اللي فما في الكونت مروان نسالك شنو اخويا بين البنكي وبين السوشيال ميديا بيان سور يقرصنوا السوشيال ميديا معناتها ما تعني لي يعني نجم نتخلى عليها اما الفلوس نجم تتخلى عليها اذا فما ديجا معناها انا تصورني بعد ما يقرصنوا لي حسابي على الانستغرام نولي ما عادش نجم نشري ماء وقزوز اذا تتحكم وتدخل بيه في فلوس وي نو طارق بليش نتخيلوا مع بعضنا حاجه تخيل مع بعضنا تصور لو كان بانكا يقرصنوها وينحيوا لها فلوسها الكل يا اخي البنكة هذيك فيها برشا معناتها ناس حالين كونتوات فيها يا اخي تقرر البنكة وانهم الناس اللي تقرصنوا الكل ترجع لهم لي كونت نتاعهم الكل فيهم 100,000 دينار 100 مليون للناس الكل يا انا ربحين علاش ما فماش واحد فماش واحد يفهم يكلموا ويقرصنا نعتني لا فما مشكله اخرى اللي هي اللي كان حاطط 10 مليارات ذاك مشي ترجعوا انت وكان مثلا البنك تعمل العكس ترجع الناس كل 100 دينار 100 دينار بنك الكل ما هو تعرف يصير لها كيما يصير كي شو اسمه كي يخرجوا مظاهرات في المناطق الداخليه ايش يصير نحرقوها ملا رساله يلا سيدي تصور واحد يعني بيه ربي معدي حياتي الكل فهمتني تجي تقول لي انت كذا ما نسرقوها اي فكره موجوده عندنا نخلصوا من الاغزمه مواطنين للاسف قبل فما واحد كانوا يسميوه روبين مش روبين هود الحقيقي فما واحد كان يبراك قبل سميوه روبين هود لكن يبراك إذا كان يبراك البنوك وش يعمل كيوت كل بنك يدخل يبراكها يحرق الوراق نتاع الكريديت الكل سامحني هو في عهد روبن هود كان فما بنوك البنوك قبل قد يقول كوراق من غير وراق كانت وراق فكر الكوبوي عهد الكوبوي وين كان صاب روبن هود فلوس في امريكا شنو الباك اللي كان صاب فيها روبن هود البيت راه شنو امريكان اكسبرس يلا سيدي زو تسويت الفقر المحبذه اللي يصير برمخلي ليه شنو هي قصبجي ومريم بوزين القصبجي يلا سيدي القصبجي خبروا به القصبجي وخرنا خضر صار إشكال تقني القصبجي من فقرة جماعية من فقرة فردية لفقرة جماعية كل واحد يعطينا إكستري وقلنا علاش اختاروا مريم بوزين الإكستري اختارتونا مونغا تي مونغا سور هذي إكستري لتشانا بال عطينا نسمه وبعضها تنقل زي الاغنيه طارق كنت صغير تلمون حبها مش نورمال اي اغنيت اي اغنيت شنابال جيت بيزي اوكي جيت بيزي هكا معناتها بالانجلش كابي بوك أي. الاغنيه زي طارق ذكرتني انا وماما في الكرهبه انت وماما اي ماما ملي كنت يا ماما يا ماما نسمعوا في الاغنيه هو ماما في الكرهبه يا طارق انت وماما هي نفسها مام تاع لامي بروش لا ماماتو عليه لا ماما والله العظيم كملنا حكايتك انت وماما خليه تحشموا فيا هكا احكي لنا حكايتك انت وماما قبل كي نحبوا نخرجوك من البيت واللي يبداو يعيطوا لك اصحابك ما يخرجوش يحطوا الاغنيه هذيا لبرا بصوت يا اخي انا نخرج له تلمون نحب الاغنيه هذيا خاطر تخيل فما سهريه لبرا تخرج لا هذيا زاد كي نمشي للسهريه طول ما تحط نحس في روحي ساهر في الاي معناها ولا في ميامي نعاودوها باش نعاودوها لا لا ماناش نعاودوها ما عندكش حاجه تخرين عشتهم مع الماما كي تحكيو منها طارق انا ما عندي حد غيرها راه طارق شكون ما كان يحكي لك احمد العجيمي كل واحد عنده ماساه طارق ايوه احكي لنا معناتها انا امي قريبت لي في كل شيء اغنيات موسيقى تكتب معايا فانات تحط لهم تحط له الفخ نتاع البسيكولوجي هذايا خاطر الحق مروان احكي لنا على لا لحظه احكي لنا على الجانب العاطفي نتاعك انا نحب امي ومسامحها الله يعطيك الصحه تحب امك مسامحها على اغلاطها حاجه جديده مسامحها على اغلاطها الكل ريتها على الجمله ذي مش بتبرك على الجمله هذي برك اغلاطها الكل اقولها انا اما المشكله زاد عاود غلط طارق زادتني خو اخر تعاود تغلط مره اخرى زادني خو اخر دونك ثلاثه اما الغالب اللي يغيظني اني نحبهم ما عرفش علاش نحبهم اخويا بعد هالما والماما ما نجمو نهديو لك كان الاغنيه هذي لا
اي طارق ميرسي ميرسي. انا والله ندوخ فيها احمد العجيمي كيفاش ينجم يعبر ويحكي على مأساته وحاجه هكا يعني ممثل. انا ما تعطينيش ممثل ممثل فما في وسطي ليه في تمثيل في كادر معناتها تمثيل رول كي نجم نعطيك سولون تيكست. لحظه لحظه خلينا نكمل سولون تيكست اما باش انا وحدي نحكي لك شنو انا نعيش وشنو كذا كيما هو بالطريقه هذيك مستحيل. نحس ما مروي لك الكل طارق ضلفتك في الكونسلتاسيون ماشي هكا ما ركزش معك بالكده ايه ولا ليه ذكر اللي في عليه يمكن حزينه اكثر عنده على ذكر عندي مروان اخر خليه تحكي لي ماشي يا ولدي سيب عليك يضحكوا عليك يا ولدي الاكسريب تاع اللي دير عسلي شنو هو ما هو اليوم بدلنا البلايس انا والعجيمي دونك حطيت لكم اغنيه في صوره للعجيمي معناها انت اخترت الاكسريب بعد ما بدينا الحلقه اي تتعاقب يلا نسمع الاكسريب اي سيدي هي اغنيه واضحه وسامبل ولا سامبليسيتي في لابوتي في الايماج نتاع لا جيمي شي معناها في الايماج تاع لا جيمي فسر لنا تفضل خليوه تفسر مش نقول لكم معناتها على خاطر المواد اختار الاغنيه فهمت مش هكاك هي الحكايه تشبيك انت تعقم بيد وتحكي معنا بشي الاخرى كيما امي تبدا طيب وكلمه منا تخاف نول عايش خويا اي معناها اغنيه تشبه للعجيمي الايماج دو العجيمي معناتها انت انسان ديما معناتها كيما اللي يغني بسيه هذاك ديما تجري وتنقز وعامل جو وفرق قلت لكم حاجه سامبل ومحليها فهمت في الايماج اي بالله عليها قلت اللي بسيه بلا شيء الحكايه نتاع سيكو ايم اللي صايره النهارين هذوما مروان علاش تحب تدخلني فيه العركه سيكو ايم علاش ليه جوست ليه حطنا في الاطار هاو في الاطار فما لابور اسمه لايا لابور اسمه لايا لايا قول لي فهمها لايا تعارك هو بسيكو ايم في اللايف كي بداوا يسبوا في بعض لايف شنو؟ لايف انستغرام يا اخي بسيكو ايم هابط كلاش اغنيه راب ضربت على الاخر الاغنيه 15 دقيقه الكلها سبان هكا مهني كروفيليا ترى مروان والله الاغنيه طارق يمكن عملت بوليميك الكبيره هذه الكل تشيفت بالكدا على خاطر بسيكو ام خرج من بسيكو ام نتاع المعتاد خاطر كان يغني حاجات محافظه كذا فهمت اخي المره هذه اندر جراوند خويا على الاخر كلام زايد كلاش معناتها بسيكو ام عباره صحيت لونسمون نتاع بسيكو ام جديد ماهوش انا في العاده بسيكو ام نسمع مع بعض في بالي باش نروح نسمعها مع بعض انت توا مثلا ما عادش تصنف من جمهور بسيكو ام بلي انت توا ما عادش بسيكو ام عاد جمهورك جمل عملت فوق المليون توا اكثر من مليون فيو قاعده تشيف بالكدا وكما تعرف تاريخ الكلاشات والجو نتاع رجع التونسي. رجع الرابور لا اسال رجع والله مازلت ما سمعتهاش ليه مازال واحنا كنا قلقين راهو حابين هكا خاطر البريود الاخر الناس كل متصالحه مع بعضها واحنا قلقنا برا شيخت عندك يا كوكي والله انا نقول ان شاء الله ربي يهديهم الزوز انا من ان شاء الله ربي يهديهم الزوز ويرجعوا اصحاب وكل شيء باهيه في الموسيقى البيف هكايا رابور منها كلاشي الاخر وكذا اما راهو فما وليدات صغار المشكله يا طارق فما شكون 11 سنه و 12 سنه يسمع الكلام هذاك الكل ويحفظوه يتاثروا برشا راهو قداش طوله بلاهي بالحق 15 مينوت فرمتراج هو كلها انا وبابا كل متراج انت وبو بلا انت مروان تبع رابك اكثر منا شوي اكثر كلاش هكا تذكروا ضرب والله ضرب تونس اكثر كلاش صورت حضرت فيه انا ديجا الكلاش مع كلاي بي بي جي وقت اللي كلاشينا حمزي ومدامين هاي قوم بالروح هاي قوم بالروح هذاك اكثر واحد صحيح داير بلا تحيه لي حمزي ومدامين بعث لي ميساج على المسرحيه شو تيجي ان شاء الله تحيه لي تحيه لحمزي ومدامين وقول لي وي عاده طولتها راهو يزينا احمد لاجي مش اللي كسر اللي اخترته انا نفس طارق نسمعه في كل قبل ما نطلع سورسين سواء ستاند اب ولا مسرحيه ونسمعه في كل ما ندخل في خدمه جديده ولا مغامره جديده وين النجم يسمعه المواطن اللي يسمع فينا على اليوتيوب ليه وين حتى وين حتى وين نجم يحطه هكا في بلاصه كيما تحطه في المسرح ينجم يحطه كي يبدا ماشي لونتروتيا يبدا يحطه ماشي قبل طفله وهو خايف ما عندوش ثقه في روحه ينجم يحطه قبل ما يقابل هكا شخص مركب له التراك المواطن اللي تو قاعد من التالي في تاكسي ولا المواطن تستحقوا في شيء في التاكسي تو مثلا شنو تستعمل كان خايف على تاكسي يختفى كان خايف على تاكسي يختفى حط الاغنيه هذه قدره ربي ما يختفى يا اخي اسمه الاكستريل اذي انا الاغنيه الغربيه الوحيده اللي نحبها حبا جم كي تقول اغنيه غربيه سمعتش قال روحي اسمع ساكن لحظه تعرف الناس تقول كلمات ولا سامحني خاطر نحكي على اغنيتي مروان تقول pain you made me a believer صحيح first thing كمل
شيما شامبانتك كي يقول لك ايه اغاني غربيه نحس روحي في جيتون مطيش في الصحراء والاغنيه جايه من معناه ياسر طارق شنو اغاني غربيه سميه باسمه في جيتون والله نحس روحي بدر اسمه ما نعرفش احمد العجيمي يسمع ما قلتش اغاني غربيه قول انا نعرفش الاغاني نختموا بالاغنيه العربيه نتاعي هذه في الحسب خذوا ليديا خذوا ليديا عمرها لا يرحمه هي وليداتها توا خذوا لنا خو ليديا الكبير مروان غنية تكون هذه غنيت كل رضا رضا ديكي الله يرحمه الفنان قدير برشا الله غالب مات وما خذاش حقه ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله وزاره الثقافه تغزر لجينيراسيون جديده وحتى للقدماء نتاعنا من الفنانين والممثلين يعطيهم شويه قدر وقيمه ان شاء الله ربي يرحمه ونعم موصي معكم حتى للعشره نتاع الليل هذه كانت القصبجي فاصل صغير وراجعين معكم بعد شويه قدوا معنا في نوفيل جينيراسيون أو 46 دقيقة موصلين معاكم آخر 14 دقيقة في نوفل جينيراسيون من توا حتى للعشرة متاع الليل معنا أحمد العجيمي عسلامة عسلامة وليد العسلي هلو هلو في انتظار مروان بوزيني التحق بينا حاتم العدويني أهلا وسهلا حاتم قرب لي الميكرو طلع الميكرو مرحبا يا حاتم حاتم مرحبا بك من سكول حاتم من الكلوب سي بي يو روبوتيك ليزيم هكا ولا وين الفاكولتي؟ مستير صح في المستير جيتنا من المستير انت عندنا آه مرحبا بك مرحبا بك الناس الكل يسمعوا فينا في المستير كل انا حاتم شين العام تروزيام اني انت ترمينال سنه ان شاء الله ان شاء الله سافا السيمستر الاول ولا ولا سافا وليدي الحمد لله قد ايه كيك قراب 11 دمي باهي 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 احمد 11 دمي باهي تو ظاهرين جديد انا وياك شنو تو ظاهرين جديد اه جديد جديد عمل فين حاتم حسيت باش خرجني اكسكلو انا شي مش انت جيم قريب لنا حسيت باش تخرجني لا لا قريب لنا احنا شويه باهي عندنا ليفيمون 13 مارس هكا ولا وانت بريزيدون الكلوب الكلوب هو ساعه شنو خلينا نفهموه شنو باهي كلوب سي بي يو روبوتيك هو برانش من سي بي يو سي بي يو كان جينيرالمون كلوب تاع سيكوريتي انترنت بعد حل دي برانش اخرين اللي هما روبوتيك ديفلوبمون سيكوريتي انترنت وان شاء الله تبدا تفرع في تونس الكل واضح قد يفهم من مومبر في الكلوب هذايا باهي ثم 25 مومبر بيرو ثم بلوس كو 300 مومبر اكتيف واضح قد عنده 2018 الفونداسيون الاولى بالكل اي وبعد في 2020 البرانش روبوتيك 2021 صارت النوفيل ستركتور اللي خرجت لنا الروبوتيك وديفلوبمون واضح به الايفينمون تاع 13 مارس شنو فيه بالضبط؟ باهي هو جينيرالمون ايفينمون كان ان شاء الله لحد الجاي لحد الجاي كان 13 فيفر ليلة عيد الحب اخرتوا لانك انت عندك التزامات حبيه حبيه غراميه والله كان عندنا ظروف اخرى للاسف كان عندنا جرين صغير مع نيتر كولد انجينير كان ليفل ممتاز قبلنا بيامات اي لكن صار الظروف كما تعرف في البلاد سكر بكري ومنع تظاهرات كل شيء ومنع تجمعات في الاماكن العامه والخاصه اي يا اخي وخرتوا ل 13 مارس يا اخي هم وخروا ل 13 فيفري اي كي وخروا ل 13 فيفري بحكم عنا نفس اللي بارتيسيبون لما بارتيسيبون يعني نحكوا على جروب كبير يعني تحكي على 170 200 كيب اي عاش معكم واحد مصري حكى لي عليها من توا كي قريت فهمت الاسم خاطر قال لي انا في كده مع كلاب وكده كلوب يقصد قال لي اسمه ايزيم سيباربوت انا اوكي اخي شنو هي سيباربوت سيباربوت هذايا يا اخي توا وين فهمت الحكايه باه 13 مارس دونك ش عندنا بالضبط معاكم بيومي حتى 13 مارس ان شاء الله ثم كتر كي دو شارج كيشارج باه جينيرالمون نلعبوا على كتر اكس عندنا اكس كبير اللي هو جونيور مون 18 اون عندنا كيشارج خاصه بالجونيور اقل من 18 سنه اقل من 18 سنه يجيبوا لي روبو نتاعهم ويسابقوا شكون يوصل للبيت الاول اي باتل بين لي روبو كي يتعاركوا كذاك هذاك الكاتريام كيشارج هي الباتل بوت اللي هي الفايتر واضح دونك هذوما روبوات يجيو نشوفوهم معناها من الافضل مش يتعاركوا في بعضهم يتعاركوا يتعاركوا لحظة
حضرنا مره حضرنا مره في الحمامات مره في المول سياره مشتر مال بالرسمي نصح الناس الكل تمشي حاجه ما فيبليش في تونس عندنا هكا حاجه تدوخ حاجه تدوخ سلوغان باش تفهموا هاكا ذا بيرث اوف ذا بيست ذا بيرث اوف ذا بيست اي شو معناها ذا بيرث اوف ذا بيست نكلموها بالخزري ميلاد الوحش ماي بيست وايف صح ماي بيست وايف قداش من متشارك عشان القهوة لو 13 مارس 13 مارس حاليا البري انسكريبسيون في البري انسكريبسيون ثم 170 اكيب بلوس كو 170 وشوي باش نعاودوا ان شاء الله نحلوا البري انسكريبسيون ان شاء الله باش تعاودوا يجيوش اكثر كذا اي بحكم سر الروتار برشا عباد كلموني يحبوا يزيدوا يشاركوا اكثر دونك باش نعاودوا نحلوا البري انسكريبسيون كل كيف فيها ترو بيرسون كيفاش ينجموا يشاركوا يقيدوا الناس اللي مازالوا ما خلطوش باهي ثم ليفينمون سير فيسبوك ايزيم سايبر بوت يدخلوا على ليفينمون غادي يلقاو السيت ويب وفي وسط السيت ويب باش يلقى لي كيشارج واليوم تاع الانسكريبسيون بارفي واضح فما نومرو ولا حاجه عندكم كي نمشي ثبتوا على حاجه النومرو نتاع التليفون 23 166 112 112 باهي انت عندك ربو مشارك ولا نورمالمون لورغانيزاسيون من الفاكولتي نتاعكم فما قداش الاغلبيه ولا مش الاغلبيه اللي بتشارك الاغلبيه الاكثريه خاطر بحكم ايفينمون انترناسيونال كان ثم عندنا دي بارتيسيبون من المغرب دي بارتيسيبون من الجزائر حابين زاد من الخليج الافريقي كيما تعرف سيرتور يعني راك تحكي انا تجي ليفينمون باش يضر لك كوتي سبونسورينغ باش تعاود كونتاكتي لي سبونسور باش تعاود كونتاكتي العباد اللي تحكي معاهم برا باش كونتاكتي لي في اي بي اللي راك باش توخر 30 جور خاطر هنا صارت الاشكال كبير دونك اغلبيه المشاركين من تونس كامله يعني تونس الكل مختلف الولايات اكزاكتومون على كل ربي يوفقكم في الايفينمون هذا وربي معكم حاجه حلوه برشا حاس مرينا شويه انا والشباب الكل في اخر ديسمبر كيكا شفناهم ايفينمون تاع روبوتيك كبير وديرو بو تفاجئنا الحقيقه اللي فما حاجه كيكا بالحق قلنا فما تفاجئت اللي فما توينسه تخترع كيكا زاد حتى موان 18 عام صح موان 18 عام زدنا اقتنعنا ان النوفيل جينيراسيون فيها برشا حاجات بيك شفنا لي روبو هذوك الخدمه هذيك الكل من الاول كنت اسمع روبو انا ما كانش مخي لروبو كيكا معناها يتعارك وضو ودنيا اكزاكتومون من الحاجات اللي لعبنا عليها على الاخر في تونس ان نحو فكره انه روبو هو الانسان الالي اللي يمشي هذاك هذاك راهو جست ايماجيناسيون ولا تو في النوفيل جينيراسيون القوا على الاخر راهو روبو سيتان كركاس ينجم يكون كركاس فوالا اكزاكتومون يمشي في تونس السنين الاخر راهو الكورب نتاع الروبوتيك طلع بالباهي بالباهي راهو بارابور كي تشوف البارتي اللي جرب تونس كل كما شمال افريقيا كما الخليج راهو تونس بالرسمي من طيب. من الدول اللي عملت طوندونس كبيره على الاخر في دومين الروبوتيك دايور فما ان ايفينمون بيانتو عندنا تونس مشاركين فيه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله دونك 13 مارس وين بالضبط حاتم ايزيم مستير الصح جابر في المستير غاديك ان شاء الله ربي معكم ان شاء الله ربي يوفقكم دونك 13 فيفري باش تعديه مع المخاطب انت ولا لا سيليباتير سيليباتير دونك قررت انك تعرف الجمعه هذه وتملى النهار هذاك بلاص ليفينمون ولينا نقولوا في تونس سيليباتير جوي به معناتها اللي ماهوش سيليباتير جو ماهوش به شكرا حاتم عندك على شكون تحب تسلم هكا ديديكاس حاجه تحيه كبيره للاداره نتاع الفاك خاطر بالحق عاونتنا على الاخر في ظل الظروف هذه الكل صحيح ما عندي ماكش تدخل وكل 11 ونص يستحقوا شكرا يعطيك الصحة حاتم العدواني برافو برافو ربي معاك وربي يوفقكم دونك 13 مارس في المستير غاديكا في ليزيم ليفينمون هذا روبوتيك اكثر من 150 تو روبو قدموا قلت لي اي ثم 170 وباش نعاود من انتظار الناس اللي مازالوا ينجموا يشاركوا مروان احمد ليديا نكمل معاكم رونالدو اول واحد يدخل تو 400 مليون مشارك في الانستغرام 400 مليون اي برك الله اي ما قريب جورجينا باش طايح علي دونك مش مهم وي شي صار في صافي زاد 50 مره نذكر الدنيا رمو قلنا وصلت 350 اول كل في خبز الهواء في خبز 50 مليون بعثوا يسالوا على الروسيت اللي عملتها جورجينا على فكره رونالدو ريتو في دوكيومونتير مخي وقف مطلع مشوح على الانستغرام لا لازمك ترى دوكيومونتير واحد خاطر انت ريت ديك عنده معناها قرابة 5 مناجير يحلوا انستغرام ولا يبيعوا كوميونيتي مانجر نتاعو اما لي ابارامون هذاك قداش زدوا 50,000 ابوني 50 مليون اي 50 مليون زيد في فتره قصيره الابلكاسيون هذوك مش بالحق لا شنو 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 برجو ليا بصراحه وبكل معناتها صدق بكل رجوله بكل صدق كريستيانو رونالدو ماهوش ل 400 مليون يتبعوا فيه على الكوره على خاطر براند اسمه كريستيانو رونالدو اوكي رونالدو سبورتيف رونالدو اللي يحب الصغار رونالدو اللي يحب مرته ولا هي صاحبته رونالدو اللي بوه توفى على خاطر كان الكوليك درشني القصه كلها فيش هو في العمر هذاك ومازال قاعد يلعب في الكوره وكل شيء وهو درشني يعمل له ثانكس جاد وكل معناتها في هذه الكل عملنا مسلسل باش يحكي لنا على حياته وقصه نجاح جورجينا
في المقابل هو بيزنس. في المقابل هو مبوني 501 مروان 501 لا ما جورجينا مبونيتهم مش هو مش هو ما مش كون في تونس قام مش مبوني حد لا لا سامحني 502 501 تنحى الواحد هذاك خاطر كانت 501 حنان دي زابونيها حنان العش دونك قعد كان 500 هكا هو باهي تعرفش مروان الحكومة السنغالية ايش اعطت للاعبين بعد فوز كاس افريقيا اعطتهم جيل ديزانفكتون مع بعضهم الكل دونك بلاش اعطت بالحق 50 لا لا مونجيلا 50 مليون فرنك افريقي لكل لاعب قطعة ارض مساحتها 200 متر مربع في داكار لكل لاعب وارض اخرى بمساحة 500 متر مربع في بلاصة اخرى معناه بشي حلو اجونسي موبيلي كلهم كمل والله يعطيهم الصحه اخويا حتى احنا في تونس هكاك منذر الكبير دوب ما خلط هبط من المطار جه سعيد والكل اعطاوه شيك رجعوه للارض نتاعو قالوا رجع يستمتع في الارض اعطاوه شيكات قالوا راهي هذه راجعه معناها سبوها دونك ماذا بيك تخلصهم بلو تو بوسيبل دونك استربي ما ربحناش احنا سينورا ولا لا راهي وفات راهي وفات صحيح ليديا والله انا نعرف معناتها فما جمعيات في تونس اللي رئيس الجمعية يهدي اللي معناتها ماركة مونجيلا نعرف هذا يسير منها معناتها من اي موجودة في البلايس كله اي موجودة معناتها كم كادو الاجنس موبيلية اغتبت شوية في طارق امين الامام قاعد يسمع فينا تو وقدموا له تحية وكل سلم حيا الامين الامام حيا الامين الامام وقال لك هاي الحمد لله معناتها مش ما صارتش في تونس قال لك كان جا في بالهم التوانسة اللي راهو كي باش يربحوا يعطيهم ارض ويعطيهم هذا 50 ميل كذا كذا رانا خذيناه من الكوب من الاول ديجا مش معلو لنا شماته في الوزاره شماته في الوزاره امين سامحني فيزا ما بعث لك مساج بالطول هذا والله ها هاك اخذر لي هاك على الاخر قال لي امين الامام وصاحبه يرحم والديك عبد السلامه منورين الدنيا سلم عليهم فهمتني واحكي لهم على السنغال في مساج كيما هكا هذه الريمارك نتاعك تو احنا في اميسيون تاع حال تليفون تحكي انت امين الامام دخل في مساج هكا طول واحنا في وسط الاميسيون اونتين صراحه امين كي يبعث ما نجمش من راسه بيه الفرق واش شبه مروان بوزيان بين الشوفين بالكارتا والشوفين مساج امين الامام توا سامحني يا طارق قال لي ما مش لازم تعمل وجه شبه قعدوا احكيوا معايا رفضنا الشوفين بالكارتا والشوفين بالفنجان الفرق واش شبه احمد العجيب الشوفين بالفنجان تعملوا عزة والشوفين بالكارتا جنات ديريكتومون لا طارق لا مش صحيح اجا نفسر لك الشوفين بالفنجان والشوفين بالكارت بالنسبه للشوفين بالفنجان ما عادش افيكاس ما عادش يراو بالكدا على خاطر احتراما للكوفيد وكل شيء ولو يشوفوا في قبلي صحيح دونك طلع يعايشك اقرا لي كافي في قبلي دونك القبلي كي تقراه ما تعطيش كارتون معناتها ما ياخذيش بالش اسمه بالكارتا شوف اسال ليدي ليدي عاسي شوفين بالكارتا وشوفين بالفنجان شو الكارتا الفنجان قرات لي كافي وقفوا الولية صدقنا عملناهم الكل خويا الغالي الخير جيبوا ربي شنو انا خير ربي جيبوا ربي ليدي عاصي عمرها فندوزون ربي سهل ميم با فندوزون اللي فيه الخير ربي سهل فيه دونك شوفين بالكارتا مكتوب ربي شوفين بالفنجان ولم يأتي الرجل المنشود الحل عند كمال كان كمال مغربي الحل بالبريد بالبريد اتمنى لك كل خير ليديا ان شاء الله وربي يوفقك في عملية البحث عن عولة صحيح مروان وأحمد وليديا كيابة الماء السماء فما شكون يقول ملا مطر وفما شكون يقول ملا شتاء فرق أول شبه بين المطر وشتاء نبدأ بأحمد شتاء غالطرة عليه؟ شتاء ملا شتاء شتاء هو طقس طقس ما هوش حال تعبير معناها الساحة هي مطر غيث ملا غيث ولا ملا مطر على ذكر الغيث يا أخو في العالم الكل وربي سبحانه يقول الغيث النافع يعني شتاك تصب تنفع البلاد تنفع الأرض تخضر الدنيا تعاون كذا أما في تونس يقولوا الحمد لله يا ربي الغيث النافع وجاء درجين لعب يا ربي حني يا رب يا ربي مشينا يا رب يا ربي خرج يا ربي غرق يا ربي كذا وثمانية متاع الليل تعدى في الأخبار غرقت مجموعة المدرسة بعد كذا معناها من الغيث النافع نفع النفع ربي هذا كيما مره واحد ثبت المطر قال الحمد لله ما نفع ذا كله ما وغرق يا طار ليدي عاسلي مطر وشتا شنو يعني امي اللي يعنيها انه الصابون هبط شنو شكون هبط الصابون الحوايج مش شريتها معناها الحوايج ما يهمهاش شتي مطر المهم مش الحوايج اللي غسلتهم يبداو من المشكله يا طارق اللي تبدا امك توصي فيك من بعد حد ما الاولاد ما يمشي ولا من صغار ما يهبط يهبطهم البو ومن بعد البو دوما يدخل اللي يحب يعمل لك الفيس الكبير هذاك قدام امي اللي هي مرته واحنا صغار وكل شيء ويخزر كل كان ما نهبطش انا ما يعاونك حد زعما يتقرب وانا وصلنا كعاده النتائج مدى اهتمامكم وتركيزكم في الحصه الاطباء النفسانيين بريو
تراو بالكورونا ورجعوا لكل مروان بزين بتبيع صفر لانك ما ركزتش وقعدت تبع في المساجات اللي جاوك امين اللي مسحيت امين 10 للاستماع امين اللي مخذي 10 ولا للاستماع للاستماع ليديا العسلي اصبر هاتو يجيك رزقك ليديا برافو 975 لانك اليوم كشفت برجع حاجات عن علاقاتك وعن فشلك في الحب وعلى البريد وكل كي تشعل النار تشعل النار تخونه شكرا لكل الفريق وين يا ترى شكرا امير في الاخراج اعطيني نوت يهديك حلمي ومنذر في الاعداد فولم راوي ايمان وي ام في الاف ام تي في ليه بطلت نتقابلوا غدا في نفس التوقيت يا ترى الى اللقاء تشاو تشاو